بلادي 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 لك حبي وفؤادي. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. مصر يا أم البلاد أنت غايتي والمراد، وعلى كل العباد كم ليك من أيادي. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. مصر أنت أغلى در فوق جبين الظهر غرة. يا بلادي عيشي حرة واسلمي رغم الأعادي. بلادي 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 لك حبي بلادي 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 لك حبي وفؤادي. يعني جميل جدا هذا الفيديو، جميل دعم فنان زي أمير كرارة لأحمد الشيخ متحدي الإعاقة. النشيد كلنا عارفينه، كلنا بنحبه، كلنا بنحترمه لأنه نشيد بلدنا، لكن لما سمعناه دلوقتي كمان حسينا بأحاسيس أكثر، ولا إيه يا أستاذ أمير؟ متحدي التوحد الشاب أحمد اللي كان بيغني مع أمير كرارة كان بيغني بكل جوارحه. أيوه. والحقيقة يعني هو بيدعم عندي يقين أن الوطنية المصرية مش محتاجة بس غير قلب. أيوه. طاهر وعلى طول بتتجلى، وعلى طول بتتجلى. يعني أغنية سيد درويش اللي لحنها من سنين طويلة أحمد بيغنيها بكلماتها بمنتهى عارف زي حالات التصوف كده. أيوه. وبعدين أمير حقيقي كان راجع لورا خطوة، يعني أمير غنى مع أحمد عشان يشجع أحمد يغني. لكن أول ما ابتدى أحمد يغني أو صوت مصاحب له بالظبط. أول ما ابتدى أحمد يغني أمير رجع خطوة لورا لأنه هو عايز يقدم أحمد. وهنفضل نقول تظل القوى الناعمة المصرية سلاح عظيم في معارك الوطنية المصرية.